أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، لازلنا مع هذا الأمر الذي يعقب الحضرة، وقد رأيتم مذهبا فيه، وهو المذهب الذي يقول إن الأمر الوارد بعد الحظر يحمل على الإباحة. وهذا كما قلت ليس خاصا بالنصوص التي الآن نتحدث عنها، نصوص شرعية. في كل النصوص يمكن إعمال هذه القواعد والنظر بموجبها في هذه القواعد، حتى يكون تحليل تحليلا علميا. يمكنك أن تدافع عن الاختيار الذي تختاره، تقدم له بهذه المقدمات العلمية والمنهجية. بعد استعراض القول بأن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة، اعتمادا على الآيات التي سبق الحديث عنها والتي جاءت فيها الأوامر تالية لنواهي، والأحاديث التي وردت في الباب مما سبق بيانه، وبعد الاعتماد على العرف الاستعمالي، والاعتماد على القاعدة الأخيرة التي هي قاعدة الغالب. هذه الحجج التي سيقت وقدمت في هذا الصدد من أجل دعم هذا القول، الذي هو أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإباحة. هناك موقف آخر لا يرى هذا، وإنما يرى أن الأمر الوارد بعد الحظر يفيد الإيجاب. وقد كان أبو الوليد الباجي من المتأخر المالكي يقول بهذا، وهذا شيء طبيعي يجري على طبيعة البحث الفقهي والبحث العلمي. لا بد أن يكون هذا النوع من التباين والاختلاف بسبب اختلاف المنطلقات كما بينت. هؤلاء يقولون إن الأمر حينما يوجه ولو كان بعد الحظر يبقى مفيدا للإيجاب. لماذا؟ لأن الأمر من حيث هو مفيد للإيجاب، وهذا سبق الحديث عنه. نحن اعتمدنا وانطلقنا إلى أن أو سرنا على هذا الباب وعلى هذا، وأن الأمر الأصل فيه أن يكون مفيدا للإيجاب، وهذا سبق الحديث فيه. فإذا ورود الأمر بعد الحظر لا يفقده صفته وخصيصته. الأمر مفيد للإيجاب فهو مفيد للإيجاب، سواء جاء بعد الحظر أو لم يأتي بعد الحظر، لأن هذه هي طبيعته. افعل فيها معنى أن تفعل على وجه الإيجاب، جاءت بعد حظر أو جاءت استقلالا لا يغير ذلك في طبيعة الأمر. هم يبقون على دلالة الصيغة، أن الصيغة دل على الإيجاب فهي على ذلك. ثم إنهم يقولون إن الذين استندوا إلى أن الأمر يفيد الإباحة احتجوا بالعرف. العرف الذي هو أن إنسانا إذا قال لولده لا تفعل كذا وكذا فإذا جئت فافعل، فإنه يفهم منه الإيجاب. يقول هؤلاء هذا معارض، هذا شيء معارض، أي هم يستندون إلى أمرين، إلى مقتض ومعارض. المقتضي هو أن الأمر يفيد الإيجاب، هذا المقتضي الذي يوجب أن يكون الأمر مفيدا للإيجاب. ما عورض به أي ما قيل به بأن العرف ليس على هذا النحو، هذا معارض. يقولون هذا المعارض ليس قويا حتى يعارض به، لأن المعارض دائما حينما نعارض به لا بد أن يكون في درجة من القوة تجعله معارضا. فإذا قلت أنت إذا قلت لولدك لا تفعل كذا وكذا فإذا جئت فافعل، فيفهم منه أن الأمر كله إنما هو على سبيل إباحة ما كان ممنوعا. نعم، يقول
هناك عرف آخر يعارض هذا. فلو قال رجل لشخص لولده كان قد حبسه مثلا في البيت، لأنه حبسه في البيت يقول لا تخرج من البيت، ثم قال له اخرج، إن حبسه في البيت ومنعه من أجل أن يدرس مثلا أو كذا، فيقول له اخرج من محبسك ومن مكانك إلى المكتب، واذهب إلى المكتب. فهنا يقول له اذهب إلى المكتب، معنى ماذا يقصد هذا الأب بقوله اذهب إلى المكتب؟ يقصد به أن يوجب عليه أن ينتقل من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر على سبيل الإيجاب، وبالتالي فهنا هذا الأمر ليس على الإباحة كما قيل، أي إن الأعراف كما قيل اللغوية والاستعمالية تتعارض، فمن احتج بعرف سابق في 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 فيما سبق فهذا عرف آخر مقابل، إذن فالعرف يهدمه عرف آخر. ثم هناك أيضا حالات ورد فيها أمر بعد نهي، ولكن الأمر كان مفيدا للإيجاب. مثلا حينما يكون الإنسان محرما يحرم عليه حلق شعره، يحرم عليه، ولكن حينما يتحلل لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حينما يتحلل فإنه يحلق رأسه، هل على سبيل الإباحة أن يحلق ما كان ممنوعا، أم إن ذلك الحلق مطلوب منه على سبيل أنه من المناسك؟ إذن هذا الحلق مطلوب منه وواحد من المناسك، واجب عليه أن يحلقه، إذن كان ممنوعا من الحلق بسبب الإحرام، والآن دعي إلى الحلق أيضا على سبيل الإلزام. إذن فما كل أمر أو خطاب يأتي بعد نهي يصرف دائما إلى الإباحة، بل إن هذه شواهد، هذه التي ذكرت هي شواهد تفيد أن الأمر يفيد، أو الأمر الواردة بعد الحظر قد يفيد الإجابة. لاحظوا موقفين، ولكل موقف دعاته وأهله، ولكل من هؤلاء وأولئك أسانيد وأشياء يحتجون بها، والذي يعنينا نحن هو هذا النقاش الفكري بين هؤلاء وأولئك. نحن لسنا حكاما لنقول هؤلاء أخطأوا وهؤلاء ابتعدوا، هذا هو الشيء الذي لا يفعله طلاب العلم، يفعله الذين ليس لهم صلة بالعلم، أنهم يتهجمون عن الأقوال ويسارعون إلى إعطاء المواقف، وهم ليسوا في العير ولا في النفير. أنتم لستم لا من الفريق الأول ولا من الفريق الثاني، أي بعض المرات نسمع الأقوال فنأخذ بقول ولا نعرف القول الآخر، ثم نتهجم على صاحب القول وننعته بأقبح النعوت، هذا ليس هو شأن طلاب العلم، لأن هذا ليس إنصافا. المفروض أن يسمع الإنسان من هذا الفريق وذاك، ويعرف إلى أي مستوى كان النقاش وكان الحوار عاليا. قال بعض الأصوليين إن الأمر الوارد بعد الحظر وبعد النهي ليس من قبيل المباح، وليس من قبيل الواجب، ولعله يكون في منزلة بينهما وهي منزلة الاستحباب. وهذا القول قيل به، ولكنه ليس له من يدعمه وليس له قائلون كثر به، ولذلك يسجل دائما ويترك. وهناك من قال بالوقف ولم يستطع أن يحسم في هذا أو ذاك. هذه هي المواقف في هذا السؤال، هذا سؤال عن دلالة الأمر الذي يأتي بعد الحظر إلى أي شيء يصرف، هذا السؤال. فأنتم علمتم هذه الأقوال، والإنسان بعد ذلك يمكن أن يسلط هذه الأشياء على الحقائق الفقهية، سيجد أن هذه الحقائق منضبطة مع هذه القواعد، أي الحقائق الفقهية أو الفروع الفقهية
دائما تساير وتتبع هذه القواعد. هناك سؤال آخر طرح وهو يعالج في بعض الكتب باستفاضة وبعض المرات يعالج معالجة مختصرة أحاول أن ألم به، وهو يتعلق بالأمر بالشيء. إذا صدر أمر بشيء فمعلوم أن الأمر بشيء أمر بإيجاد لهذا الشيء بإحداثه، لكن ما القول في ضد ذلك الشيء؟ هل هذا الأمر له صلة؟ إذا قلت افعل، هل أنت لك صلة بهذا الفعل في تتعلق بنقيض ما أمرت به أم لا؟ لاحظوا أن هذه الآن الأوامر التي تقلب على وجوهها، أي الأمر لا يؤخذ مأخذا عاديا بل يقلب من جميع وجوهه. في السؤال السابق الأمر الذي يأتي بعد الحظر ورأيتم الأقوال فيه، الآن هذا الأمر الذي له أيضا طبيعة أخرى وهو أننا نبحث عما وراءه. يقول بعض الأصوليين إن الأمر بالشيء، هذه كيفية عامة، نهي عن ضده، كلمة وما تجدها في بعض على ألسنة بعض الناس أو الوعاظ أو كذا، ولكن هذا ليس هو كل ما في 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 الموضوع. أولا لا بد أن نحدد مجال الحديث. هناك أمر له ضد واحد، هذا الضد إن شئت سميته ربما نقيضا، فإذا أمرت بالشيء تكون قد نهيت عن الضد الواحد. فلو أمرت بالإيمان، إذا قلت يا فلان آمن، فضد الإيمان ونقيض الإيمان ما هو؟ الكفر. فلا يمكن أن تقول إنك لم تتحدث عن الكفر، فلما أمرت بالإيمان قد نهيت عن الكفر. الصيام والإفطار، حينما أمرت بالإفطار في يوم العيد، أمرت بأن تفطر في يوم العيد، فمعنى ذلك أنك نهيت عن الصيام. ليس لا يمكنك أن تقول أنا أمرت بأن أفطر في يوم العيد، أما الصيام فالله أعلم بحكمه. لا، من هذا تعلم بأن لأن هذا المأمور به ليس له إلا ضد واحد. هذه أشياء ليست موضع خلاف. كثير من كتب الأصول لا تذكر هذه الجزئية وتذكر ما بعد ذلك، لكن إذا كان للشيء الواحد الضاد متعددون فهذا هو الذي يقع فيه الاختلاف. أما إذا كان هناك تضاد واحد، أي الشيء وضده أو شيء ونقضه، معنى أنك إذا أمرت بالشيء فقد نهيت عن نقضه، إذا أمرته بالحركة فقد نهيته عن السكون. هذه لأنها أشياء منطقية. أما إذا كنت قد أمرته بالشيء ولذلك الشيء أشياء أخرى تضاده، فيقول هؤلاء إنك حين تأمر بالشيء ولو أن له أضادا متعددين فإنك قد نهيت عن جميع الأضداد. أنت إذا قلت له افعل فقد نهيت عن كل ما يضاد ذلك الذي أمرت به بلا استثناء. لماذا؟ هنا الآن في الحقيقة مذهبان. المذهب الأول هو المذهب الذي يقول بأن اللفظ افعل له دلالتان مترابطتان، أي افعل
وبحكمه فيه افعل ولا تفعل. ها؟ إذا قلت افعل فكلمة افعل لها دلالتان، فأنت إذا قلت له صلي فقد قلت له لا تترك الصلاة، ها؟ وهكذا. إذا قلت له أصدق فقد قلت له لا تكذب. فالفعل أو الفعل الذي تصدره له وجهان وجهان. وهؤلاء يقولون كيف يكون للفظ الواحد دلالتان متناقضتان؟ كيف ولفظ واحد له دلالتان يقولون هذه مسألة فيها نسبية، لأنك قد تقول عن الشيء الواحد هذا المكان هو قريب وبعيد، هذا المكان قريب وبعيد، هو قريب بالنسبة إلى هذا ولكنه بعيد، فأنت تسميه قريبا بعيدا في الوقت الواحد، وليس ذلك فيه، ليس في ذلك تعارض وليس فيه امتناع. فأنت إذا قلت افعل فقد أعطيت دلالتين، افعل في هذا ولا تفعل في ضده. إذن هذا توجه واحد. التوجه الثاني وهو يرى أن هذا افعل يدل بذاته على الدعوة إلى الفعل بذاته، ولكن من حيث إنك لا تستطيع أن تفعل هذا إلا إذا كنت تخليت عن ضده، فهو من باب الالتزام يدل على ترك ضده. إذن هو إذا قلت افعل فهو من حيث اللفظ والمطابقة دلالة مطابقية فقلت افعل وكفى، لكنه من باب أنك مثلا تقول الإنسان صلي في هذه اللحظة، نقيضها أن يلعب، أن نقيضه أن يتاجر، نقيضها هذا أنت وجهت له أمرا بالصلاة في هذه اللحظة، كل ذلك أو ضده هو هذه الأشياء الأخرى، لكن هو لا يستطيع أن يكون مستجيبا لأمرك إلا إذا تخلى عن الأشياء الأخرى، فلا يكون في اللحظة الواحدة مصليا ولاعبا وتاجرا، فلا يمكن أن يؤدي هذا إلا إذا ترك، فمن باب اللزوم لا من باب المطابقة. أي لاحظوا، أي كلمة افعل تدل باللفظ على إحداث الفعل، ولكنها تدل كما يقال بالمعنى، تدل بالمعنى على ترك كل ما هو ضد ما أمرت به. إذن هذا المذهب أو الشعبة الثانية في هذا المذهب ترى أن هذا الفعل فعل الأمر يدل على، حينما تتوجه به إلى إنسان يدل على النهي عن ضده. هذه الدلالة ليست من طبيعة اللفظ، ليست من طبيعة، ليس اللفظ هو الذي يفيدها، وإنما هنا شيء آخر، هو أن هذا الذي تدعو إليه لا يتحقق إلا إذا كان الإنسان قد ترك ما يضاده، فأنت من باب التلازم، هذه دلالة التزامية، الذين قالوا إن الأمر الواحد يفيد الفعل، الأمر بالفعل ويفيد في الوقت نفسه الأمر بالترك، بترك ضده، هذه هؤلاء يقولون إن اللفظ بطبيعته له هذه الدلالة المزدوجة، لكن هنا لا يقولون ذلك، يقولون إن اللفظ في ذاته لا يدل إلا على شيء واحد وهو افعل، تدل على افعل، ولكن الدلالة الالتزامية هذه دلالة عقلية. الدلالة الأولى دلالة مطابقية من طبيعة اللغة، والدلالة الالتزامية دلالة عقلية. هذه الدلالة الالتزامية في هذا الباب وفي غيره دائما معتبرة. الشيء الذي يكون لازما لزوما عقليا دائما يعتبر. فأنت حينما تتحدث عن جسم، جسم تقول هذا جسم، معنى ذلك أن من لوازمه أنه يأخذ قدر
ذاته من الفراغ، أي بحكم كونه جسما فهو يأخذ مكانه من الفراغ. حينما تقول مثلا عن العدد أربعة إنه شفع، فهذه هذا تلازم، كذلك لا يمكن أن ينفصل عن الأربعة وصف الزوجية هكذا. لكن التلازم الخارجي الذي يأتي ويذهب أو يتصور أنه يأتي ويذهب ليس عقليا، لا عبرة به عند المناطق، لا يهتم به المناطق، ويمثلون له بالسواد بالنسبة للغراب. السواد دائما الغراب كان أسود، لكن هذا ليس وجوبا عقليا. فلنتصور، يمكن أن نتصور وجود غراب ليس له هذا اللون، أي لا يفرض العقل، وإن كان هو في الطبيعة ليس إلا كذلك. إن هذا معنى الدلالة الالتزامية. إذن فهنا مذهبان في الحقيقة حينما يقال بأن الدلالة هنا هي دلالة، أي دلالة الشيء، دلالة على الأمر هي دلالة على النهي عن ضده إذا كان له أضداد متعددون. هناك قول أو مذهب آخر يقول بعكس هذا، يقول بأن الأمر بالشيء لا يدل إلا على الأمر بالشيء، لأن افعل هو أمر بفعل وليس أمرا بالترك، وبالتالي فهو لا يدل على شيء آخر غير المأمور به. هؤلاء يرفضون أن يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو اهتماما أصلا بضده. لماذا؟ يقولون لأن الآمر حينما يكون آمرا قد لا يخطر بباله تماما هذا الضد ولا يحوم بعقله تماما، أي هو ويقول له افعل ليس في ذهنه وليس في نيته، ليس في 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 خلده الاهتمام بما هو ضد، لم يفكر فيه أصلا. وبالتالي فهو حينما كان يوجه الأمر كان كل همه على إحداث الأمر ولم يكن منتبها إلى ضده. وهذا فيه أمران، فيه جوابان. فأما النصوص الشرعية الإلهية التي هي القرآن لا يمكن أن يقال فيها بهذا. إذا قيل هذا بالنسبة للبشر الذي يعلم شيئا ويتغيب عنه أشياء، هذا مكان لكن بالنسبة لله تعالى وهو يأمرنا فالأمر فيه حاضر، الشيء وضده، الشيء ونقد. وبالتالي فإحنا حينما نعمل هذه القاعدة في النص الشرعي في الآيات القرآنية لا يمكن أن نقول لعل الآمر لم يكن يخطر بباله النهي، هذا لا يصح قوله بالنسبة لله تعالى. لو صح بالنسبة للإنسان ما صح بالنسبة لله. ثم قال الأصوليون إننا نحن الآن نتحدث عن شريعة، أنت حينما تأمر الشخص بشيء فأنت دائما تضع أمام شيء هو الواجب، ولكن هذا الذي يأتي الواجب دائما يستحضر أن ترك الواجب وأن النقيض هو حرام سيعاقب عليه. فلو أمرته مثلا بالصدق لا يمكنك أن تقول بأنه لم يطرق ذهنه حديث عن الكذب ولا يعرف شيئا عن الكذب، لا، لما أمرته بالصدق علم أن الصدق منجن وأن المثوبة عليه، ولكن في الوقت نفسه علم أن الكذب حرام وأنه لا يسوغ. لأننا الآن لا نتحدث عن أوامر عادية، نحن نتحدث عن أوامر هي شريعة. فإذا توجهت إلى المخاطب بهذا فأنت تتوجه إليه بهذا، لكن هو بنفسه يذهب بفكره بعيدا إلى مسألة المنهيات ويتركها لأنها تناقض فعله ذاك. أنت لو أمرته بالصيام مباشرة يعلم أن كل نواقض الصيام لا تجوز، فهو لن يفطر ولن يفعل كذا وكذا وكذا. من أين ذكرت كل هذا؟ من أين جاء؟ هل ذكرته؟ أنت لم تأمره إلا بأن يصوم، لكنه هو بذهنه انتقل من هذا الذي أمرته به إلى أشياء أخرى. فإذا لا يمكنك أن تقول دائما
إن الذي يخاطب الذي يأمر لا يدور بخلده شيء أو شيء يتعلق بالمنهيات. هذا أما بخصوص الأمر الخطاب الإلهي فهذا لا يقال أصلا، وبخصوص الخطاب الموجه إلى الإنسان مما هو تكليف لا شك أنك حينما تكلفه يذهب فيه كرهه هو إلى الأمور الأخرى ويتوسع فيها ويعلم أنها لا تصلح، أي لا تأمر إنسانا بفضيلة إلا وقد طرأ في ذهنه نقيضها. إذا قلت يا فلان اعتني بأبيك وأمك، أرض أباك وأمك، مباشرة يعلم أن عقوق الأبوين شيء لا يجوز، هو نقيض ما تأمره به، ويعلم أنه لا هو، وأنت تقول له افعل هذا إنه يستعيد بالله من العقوق، أنت لم تحدثه عن العقوق أصلا. فهمتم هذا الرد؟ هذا نقاش كله كما قلت لكم، هذا نقاش يفيد أن هنالك من يقول إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده ومن لا يقول به. لكن الذين يقولون بأن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده يقولون إن الأمر بالشيء الواحد هو نهي عن جميع أضداده. ما نتكلمكمش على النقيض أن الضد، إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فلو أنك قلت لفلان يا فلان اجلس في في البيت، اجلس هذا اليوم اجلس في البيت، أمرته بالجلوس في البيت ولكنك قد نهيته عن أشياء من غير أن تذكرها، فأنت تقول له اجلس في البيت معناه لا تجلس في الشارع، لا تجلس في المكتب، لا تجلس في 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 المسجد، لا فما يمكنك استعراضه من الأشياء التي نهيت عنها لا حدود لها، لا تجلس هنا، لا تجلس هنا، لا تجلس هنا، كل هذا مأخوذ من قولك اجلس في المكتب. إذن فإذا أمرته بشيء فقد نهيته عن جميع كل ما يضاده، وبالتالي فهذا يدل على أن الأمر بالشيء هو نهي عن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. لو قام بواحد من الأضداد ما استطاع أن يستجيب لك، أنت تقول اجلس في البيت، لو جلس في السوق لكان قد أخل بما هو مطلوب. إذن في جميع أنواع الجلوس ليس له أن يفعلها، إذن فقد نهيته أمرته بالجلوس في البيت فكنت قد نهيته عن 70 جلوسا. تخيل ما شئت من الأماكن التي يمكن أن يجلس فيها. إذن هذه حالة. لو نهيته عن شيء فقلت له لا تجلس في البيت، ماشي بحال الأولى، لا تجلس في البيت، فتكون قد أمرته بأحد مضاداته. واحد، لا تجلس في البيت، أنت منعته من أن يجلس في البيت، كيف يستجيب لك؟ بأن يجلس جلوسا في مكان واحد، لو جلس في الشارع لكان قد استجاب، لو جلس في المسجد كان قد استجاب، لو واحد يكفي. إذن لاحظوا، لما أمرته بالشيء نهيته عن 70 من المضادات، لو نهيته عن شيء فقد أمرته بفعل واحد يتحقق به النهي. وهذه فرق بين الأمر بالشيء والنهي عن الشيء. الأمر بالشيء يعود، الأمر بالشيء نهي عن كل ما يضاده، والنهي عن الشيء أمر بأحد ما يضاده. لاحظوا هذا كله صحيح في كلام الناس، في جميع ما يمكن أن نتكلم به نرى أن هذا الكلام كلام سليم وصحيح. إذن نعود فنقول إن المذهب الأول والمذهب الثاني حاضران، ولكن المشهور والذي يدور على ألسنة الناس وفي كتب الناس هو هذا، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، خصوصا إذا لم يكن للشيء إلا ضد واحد
أو إذا كان ذلك الضد هو من قبيل النقيض. والخلاف إنما يعتري الشيء إذا كانت له أضداد عديدة، ولكن هذه القاعدة الجامعة التي ختمنا بها وهي أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، وأن النهي عن الشيء هو أمر بواحد من أضداده. هذا ما يمكن إجماله القول فيه. أريد الحديث إن شاء الله عن موضوع آخر لنصل به إن شاء الله إلى نهاية الحديث عن دلالة الأمر. وأنتم تلاحظون أن الحديث عن الأمر الآن أصبح فرعا كبيرا من المعرفة، أي دلالة الأمر منذ أن بدأنا في هذا الدروس إلى الآن، ونحن نتحدث عن كل مقتضيات الأمر ودلالاته وما يستفاد منه. لا شك أن تجميع كل هذه المعلومات يعطينا في نهاية المطاف منهجا في النظر إلى النصوص، أنك حينما تنظر في الأمر تستطيع الآن أن تفهم منه أكثر مما يفهم منه الآخرون، أنك حينما تعمل القاعدة الأولى أو المذهب الأول أو المذهب الثاني تختلف لديك الرؤية وتختلف لديك النتائج، وبالتالي يكون الاختلاف في الفقه أيضا هذا اختلافا مشروعا. سببه الاختلاف في هذه الأشياء التي هي أشياء تأسيسية، أشياء منهجية تختلف، فتختلف الأقوال بسبب ذلك. أرجع إن شاء الله الحديث عما بقي من قضية الأمر ومن خروج الأمر عن مساقه إلى لقاء آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.